عن عمر يناهز 77 سنة رحل عن عالمنا الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة انتقل على إثرها للمستشفى لعدة أيام، إلا أن الفريق الطبي المعالج لي فشل في التغلب على الأزمة دي وتم الإعلان عن وفاته. الأزمة الصحية اللي كان بيعاني منها الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق بدأت من فترة مش قليلة، لكن في شهر أكتوبر اللي فات اتدهورت حالته الصحية بشكل كبير وقضى بالفعل أيام بالمستشفى قبل أن يغادرها، وده بعد استقرار حالته الصحية. وفي الوقت ده أعلن الدكتور نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية لوزير الثقافة الأسبق. للدكتور جابر عصفور كتير من المواقف المثيرة للجدل، ومنها قصة خلافه وأزمته مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعن خلافه مع المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف. قال جابر عصفور في لقاء تلفزيوني سابق لي: أنا مش راضي عن طريقة أداء الأزهر، والمناهج الأزهرية في المعاهد والجامعات لا تصلح. وأما بداية الخلاف مع الشيخ أحمد الطيب فكان سببها تصريحات للدكتور جابر عصفور واللي طالب فيها بضرورة تجسيد الأنبياء، الأمر اللي رفضه الشيخ أحمد الطيب وانتقده. وللي ما يعرفش، فالدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق من مواليد 25 مارس عام 1944 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. حصل الكاتب والمفكر والباحث والأكاديمي الدكتور جابر عصفور على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية أداب جامعة القاهرة، وده كان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في يونيو سنة 1965. وبعدها بأربع سنين وتحديداً في سنة 1969 حصل الدكتور جابر عصفور على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية أداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز، وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية أداب جامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى سنة 1973. وعن حياته العلمية، ففي سنة 1965 اتخرج الدكتور جابر عصفور من كلية الأداب بجامعة القاهرة، وبعدها بسنة وتحديداً في سنة 1966 اتعين معيد بقسم اللغة العربية بالكلية قبل ما يتدرج في مناصبه العلمية لحد ما ترأس قسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة القاهرة. وبعدها تعين في منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من شهر يناير من سنة 1999 ولحد شهر مارس من سنة 2007. وفي عام 2011 اتعين الدكتور جابر عصفور وزيراً للثقافة خالفاً للوزير السابق فاروق حسني. اتعين معيد بقسم اللغة العربية بالكلية قبل ما يتدرج في مناصبه العلمية، وده لحد ما ترأس قسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة القاهرة. وبعدها اتعين في منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من شهر يناير من سنة 1999 ولحد شهر مارس من سنة 2007. وفي عام 2011 اتعين الدكتور جابر عصفور وزيراً للثقافة خلفاً للوزير السابق فاروق حسني لحد ما استقال بعدها مباشرة من منصبه في الوزارة، وده كان لأسباب صحية، ولكن اتولى وزارة الثقافة للمرة الثانية في يونيو 2014 لحد نهاية فبراير 2015. وللدكتور جابر عصفور كتير من المؤلفات الهامة التي كتبها خلال مسيرته العلمية، ومنها الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ومفهوم الشعر، وكتاب دراسة في النقد نقد طه حسين، والإحيائية والإحيائيون، وقراءة التراث النقدي، والتنوير يواجه الظلام، ومحنة التنوير، ودفاعا عن التنوير، وزمن الرواية. وعن خبراته العلمية، عمل الدكتور جابر عصفور أستاذ مساعد زائر للأدب العربي بجامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية، واشتغل كمان أستاذ زائر للنقد العربي بجامعة ستوكهولم بالسويد، واشتغل أستاذ زائر للنقد العربي أيضا بجامعة هارفارد الأمريكية.